انا من البنات اليوم ان شاء الله رانا راح نديرو خبز السميد. الوغ انا راني حنستعمل هذه السنيوه كيما راكو تشوفوا، هذه اللي تستعمل السنيوه اقل منها بشويه تكون قد هاك، تنقص المقادير، دير من كل حاجه نصف الكميه. نبداو على بركه الله. الوغ البنات واش نديرو؟ نديرو زوج كيسان حليب دافي، هذه ما راكي حتى بعجنيها والو. عندي مغرفة سكر ونص، ندير مغرفة كبيرة تاع الخميرة، نزيد لها شوية خاطرش لازم نديرها مقبة، خاطرش انا المغرفة تاعي ماشي مقبع، ندير المغرفة ونزيد لها شوية ماء من السكر. واش نزيد؟ نزيد زوج حبات بيض، شوية ملح، الملح توجور على حسب الذوق، كاين اللي يحب المالح وكاين اللي يحب المسوس. ونجيب لافواخر، تكون كمية صغيرة المغرفة تكفيك باه تخلطيها عادي. دوك نزيد نص كاس زيت، نص كاس زيت نفس الكاس اللي عبرنا به الحليب. نص كاس زيت، طرق نفس الكاس ندير السميد. زوج كيسان سميد، نجي خبز اسفنجي يهبل، الريحة تاعو تهبل وخفيف لدرجة ما تتوقعوهاش. الوغ ماري إلينا هذا الخبز اللي ديمونديتيه، ما نسيتكش راكي في البال هكذا. برك باه ننبهكم برك للسميد، السميد يكون من السميد الرطب ماشي السميد الخشن. هنا دوكا نزيدو الفريضة، كي تكون سنيوة صغيرة كاس ونص، كي تكون سنيوة شوية كبيرة ثلاثة كيسان. هذا ثلاثة، نزيد نخلطهم. الوغ هنا ماش راح تستعملي كامل يدك،
كيما راكو تشوفو يعني ساهل بالبزاف. دوك نلمو برك كيما راني هكذا، اللي تحب دير زوج مغارف نتاع السكر دير زوج مغارف سكر. اذا هذا هو هكذا يجي الخبز، هذا هكذا يقعد يتلاصق. هذا هو الوغ، خليه يرتاح شويه ونروح ندهن السنيوه تاعي بالزيت ونولو ان شاء الله نديروه. نات نمشيو بيان الزيت تاعنا، نخلو حتى بلاصه في السنيوه عريانه. تنساوش ليكوان خاطرش بيه تطلع لكم بيان، كي تطلع لكم ما تلصق لكمش كي تكونوا تقطعوا فيها. نجيبو الخليطة تاعنا ونفرغو في السنيوة. سي الليمون كامل هكذا. دوك واش ندير؟ كيما راكو تشوفوا العجينه تاعي تتلاصق، امبوسيبل نحلها بيدي. دوك واش ندير؟ نجيب شويه زيت نديرها في يدي ندير في يدي شويه زيت ونحل. ماشي مليح ندير بزاف الزيت السكر، مي انا اقترحت عليكم هي مغرفه واحده تكفي، لي مغرفتها صغيره نتاع الماكله دير مغرفه وشويه. هذا هو تشوف يدك بدات تلصق، تقدري تزيدي لها شويه زيت. نسيي نديرو كامل كيف كيف، ندير جهة طالعة وجهة هابطة. نسويوه
هكذا. البنات انا راني حنغطيه بالسيلوفان، اللي تحب تغطيه بقطعة قماش تغطيه، نحطو هكذا ونخليوه يطلع يضاعف الحجم تاعو يخمر، ونعاودو نولو نكملو المرحلة الثانية قبل ما يطيب ان شاء الله. هكذا اذا نستناوه يطلع لنا شويه ونرجعو ان شاء الله. اذا البنات هذه هي دخل الفوق، هنا راني شعلت الاغر من تحت، تشوفوها هنا في الجنب شدة الطياب، شعلوا لها من الفوق هكذا وخلوها تتحمر من الفوق ومن تحت. نجدوا الخبز تاعنا بعد ما طاب، خبز السميد الاسفنجي هذا هو، الله الله عليه وعلى ريحته، ما عندي ما نحكي لكم، الريحه راهي تهبل سورتو في رمضان، رمضان يكون هذا الخبز مطلوب بزاف وسهل التحضير. الوغ ديفي نقسموه. الوغ البنات هذا الخبز يتقطع كاروات، قطعوه ديكارو كيما راكو تشوفوا من الهشاشه تاعو راهو يتكسر، ما عندي ما نحكي لكم. ماري إلينا ما عندكيش الزهر، ما راكيش هنا، تمنيتك تكوني هنا بس كي تحبيه بزاف. اللي تحب تدير في سنيوة صغيرة ولا دير رقيق على هاك، واش دير؟ دير كاس حليب وحبة بيض، دير الملح، دير مغرفة خميرة ومغرفة سكر، وقلت لكم حبة بيض وربع كاس زيت. الو دوك نجبدها نحي حبيبات بلوتو قطعت كيما راكو تشوفو، ما خليتوش ينحرق من تحت بيسكاله، طيبتو من تحت بعد شعلتلو كامل، ومن بعد طفيتلو تحت وخليتلو الفوق. بون انا مازال لي سخون، راكو تشوفوا فيه كيف راهو، انا مازال لي سخون سي بوغ سا راهو يتفتت لي، خلوه يبرد ومن بعد نحوه. ها الله يبارك خرج يهبل. بون خليه يبرد، خليه يبرد، نعاودو نشوفو كيف خرجنا. نحسني وبجيه باه نوريهم لكم. الوغ البنات هذا هو خبز السميد تاعنا، الله يبارك عليه هكذا. بون تحوسوا فيه يخرج لكم احمر اكثر من هاك، ديروا غير الصفار البيض، ما ديروش الصفار والبيض كيف كيف، يخرج لكم باللون الذهبي. الوغ هذا هو الخبز تاعنا، خبز اسفنجي نوريكم كيما راكم تشوفوا. السلام عليكم.
راني نحط لكم الفيديو، فيديو اخر ان شاء الله نتاع نفس الخبز بصح بنصف المقادير. الو مقادير نقول لكم شهيه طيبه. الى الملتقى في لقاء اخر، وصفه اخرى مع سهل وبسيط. اليوم كان عندنا خبز السميد، نتلاقاو ان شاء الله عن قريب.